السلام عليكم، يعطيكم العافية الجميع. إن شاء الله راح نحكي بمحاضرة اليوم عن مشروع إعادة تأهيل المراعي بالتعاون مع المجتمع المحلي. مشروع إعادة تأهيل المراعي بالتعاون مع المجتمع المحلي اللي هي مبادرة من الحديقة النباتية الملكية بإنشاء مشروع للمحافظة على الغطاء النباتي وإدارة المراعي بالتشارك مع المجتمع المحلي، ولذلك للعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمربي الماشية. أي مشروع نبدأ فيه أو أي مشروع ممكن أن يكون في بداية فيه لابد من تشارك المجتمع المحلي، لأن المجتمع المحلي هو الركيزة الأساسية لنجاح أي مشروع في أي مؤسسة. فبالبداية تعاونوا مع المجتمع المحلي وكانت هاي بدايتنا. أهم الأنشطة اللي تقوم بها الحديقة النباتية من خلال هذا المشروع اللي هي تفعيل دور المجتمع المحلي في المشاركة في هذا المشروع، الدراسات البحثية، ومن أهمها دراسة السلوك الرعوي، دراسة الإنتاجية العلفية، الدراسة الاقتصادية، ودراسة المعرفة المحلية القديمة، ودراسة تأثير نبات الكلخ على الأغنام اللي هو نبات الفيوريلا كوميناس، إدارة القطيع والسجل المزرعي، وأيضا عندنا استحداث مشاريع إنتاجية صغيرة قليلة الكلفة وصديقة للبيئة، وعندنا أيضا العمل على تمكين المرأة في المجتمع المحلي لتحسين الوضع الاقتصادي. فهاي من أهم أهداف هذا المشروع. أول شيء اللي هي التجربة الأولى اللي هي تجربة السلوك الرعوي. بلشنا بالسلوك الرعوي لأنه يهم الشريحة الأعظم من المزارعين، وبالتالي نبحث عن آلية لإيصال المعلومة على مستوى المملكة لمربي الثروة الحيوانية. فقبل كل شيء بحثنا بالسلوك الرعوي للحيوان، شو هو السلوك الرعوي داخل المرعى حتى نحمي الغطاء النباتي، لأنه في عندنا نباتات مهددة بالانقراض، في عندنا نباتات للأسف فقدناها، فما بدنا نخسر النباتات اللي ظلت عندنا من خلال الرعي في المناطق بشتى مناطق الأردن. فعملنا الدراسة هاي، الدراسة هاي ما بدي أحكي عنها بشكل موسع لأن في زميل الدكتور رائد راح يحكي عنها، بس بشكل سريع اللي هي عملناها على 4 مراحل على 4 فصول. كانت الفصول هاي كل فصل له حيثياته له امتيازاته، بس اللي طلعنا من خلال هاي الدراسة إنه أنسب وقت لدخول الأغنام لأي محمية أو أي منطقة يجب أن يكون في فصل الصيف. ليش في فصل الصيف؟ لأنه النبات بدنا نعطيه فرصة زي أي كائن حي، بده يأخذ فرصته الكاملة حتى ينمو، حتى يتكاثر، حتى البذور تكتمل نموها وبالتالي تسقط على الأرض وبالتالي تتجدد عندنا. لأنه للأسف هنا في عندنا نقطة مهمة قد نكون غافلين عنها اللي هي أراضي، فنسميها الغابات، بلاش نأخذ على أراضي المراعي. أراضي الغابات في بعضها بيدخلها الأغنام، بيدخلها في أوقات، الأوقات هاي غير مناسبة. فالأوقات هاي من خلال الدراسة اللي عملناها وجدنا أنه أنسب وقت الصيد. أما في بعض المؤسسات قد تكون معارضة لهذه الفكرة، بس إحنا الهدف لأنه هم بيدخلوا مثلا على سبيل المثال في فصل الربيع، فبيتكون عندي بشكل تراكمي سنة بعد سنة، فبالتالي الغطاء النباتي قد لا يظهر عندي أنه اختفى أو قل خلال 2 أو 3 أو 4، فممكن أن نفقد الغطاء النباتي. ما بدي أطول بهذه الدراسة لأنه زميلي راح يحكي عنها بشكل موسع. قدرة المجتمع المحلي على المواجهة والتكيف بسبب الجفاف، تعرفوا أن قاعدين نمر تغير مناخي، قاعدين نمر سنوات جفاف، فبالتالي ارتفاع الأعلاف على مربينا الماشية، كيف بدنا نعمل لهم نموذج معين حتى يتكيفوا بهاي المشروع. فعملنا لهم عملية الرعي المنظم ساعد على توفير أعلاف طبيعية الماشية وتغيير معدل ساعات الرعي، وهي زميلي راح يحكي عنها، اللي هي سابقا كانوا يرعوا طول اليوم، فطول اليوم احنا ما بدنا طول اليوم، بدنا نحافظ على شيء اسمه غطاء نباتي. فوجدنا من خلال هذه الدراسة انه 2.5 ساعة كافية انه تلبي احتياجات 50% من احتياجات هاي الأرض. تقدير الانتاجية العلفية والحمولة الرعوية،
دراسة مكملة للسلوك الرعوي، درسنا السلوك الرعوي بعدين أخذنا الإنتاجية العلفية والحمولة الرعوية. الهدف منها اللي هو نقدر الإنتاجية العلفية لأي موقع، مش شرط الموقع اللي عندنا، لأي موقع، حتى نحصل على الإنتاجية العلفية كوزن جاف، كوزن جاف. وبالتالي بعد ما نحصل على الوزن الجاف نقدر الحمولة الرعوية لهذا الموقع وتحت إدارة معينة قديش يستوعب الموقع هاي، فبالتالي ندخل الأغنام على ضمن نموذج إدارة معين بناء على الإنتاجية العلفية بناء على الحمولة الرعوية. ملخص تقدير الإنتاجية العلفية، يعني عندنا هنا نموذج خلال 3 سنوات من 2008 إلى 2010. إذا دخل نموذج الإدارة بأي موقع على مستوى الأردن نلاحظ الإنتاجية هاي إنها في زيادة، أما إذا ما كانت في إدارة للأسف ما بيكون عندنا زيادة. فبنشوف بال 2008 كان تقدير الإنتاجية عندنا مقارب ل 40 طن تقريبا، بال 2009 زاد، بال 2010 وصلنا لما يقارب حوالي 100 طن. فبالتالي هنا موضوع الإدارة يساعدنا كثير جدا. في قد يسأل أحد الأشخاص يقول طيب موضوع الحماية، إذا في حماية وما في إدارة لأي موضوع لا يمكن أن يمشي. الدراسة الاقتصادية بالتعاون مع مربي الثروة الحيوانية من الدراسات اللي اشتغلناها على المجتمع المحلي، واخترنا مزارعين من منطقة تل الرمان، عملنا لهم مدة دراسة طبعا 3 سنوات، صممنا استمارة معينة تحتوي على كافة المعلومات اللي تخطر على أي إنسان سواء مختص أو غير مختص، إنه شو المعلومات اللي بدنا إياها حتى نطلع بهاي الدراسة. ومن خلال هاي الدراسة إرشاد المربين والتأكد من صحة المعلومة وجمع المعلومات من المربين بشكل شهري، وبالتالي نحلل البيانات ونطلع بالنتائج حتى نعممها وحتى المزارع يستفيد منها في أي مكان كان. وبالتالي بعد المزارع اللي هو اللي نأمل، وهي حقيقة واحدة من أهدافنا، إنه أصحاب القرار يطلعوا على هيك نتائج اللي ممكن تساهم في تغيير لو جزئية في نمط السياسة المتبع حاليا. على سبيل المثال الدراسة الاقتصادية هاي شو بنشوف، وانا أخذنا تقريبا الهيردرز 1 للهيردرز 5. إذا بنأخذ بس 2009 مقارنة 2009 وال2010 اللي هو العائد الريفينيو، بنشوف الاختلاف. فوجدنا عند المزارع الاول الريفينيو كان عنده معدل الاختلاف 70%، لانه كان في اداره، كان الاداره شامله جميع النواحي من الجريزنج للبيوماس للاكليمات الصلي، فهاي كلها عمليه مترابطه. ف70% عنده. بعض المزارعين كان ممكن انه بيقول من ناحيه ارشاديه انه ما بقتنع بالكلام، اللي ما بقتنع بالكلام وجدنا انه لا زال بالماينس، مش شرط انه كل انسان انه يكون عنده العائد عالي او يكون عنده العائد مساوي التكاليف، لا بالعكس في ناس ظهروا عندنا لانه ما اتبعوا التعليمات، فظهر الاختلاف عندي بين 2010 و 2011 انه لا زال بالماينس. مثال اخر في عندي 60% كان متحسن، مثال اخر 55% في تحسن. مزارع من ما بدينا معاه لغايه السنه هاي يعني نحكيها بالعاميه مش راد علينا، مش مقتنع بالمعلومه، فلا زال بالماينس. فهو عنده مجموعه من الاغنام يقدم لها العلف، بيحط عليها تكاليف، بس للاسف التكاليف هاي هو خسران، بس هو مجرد انه عمليه تسليم اخر. دراسه المعرفة المحليه القديمه الهدف منها توثيق المعرفة المحلية القديمة والحفاظ على هذه المعرفة والموروث التقليدي من الاندثار. نعرف انه يعني من الصعب جدا هسه حاليا انه بنشوف جداتنا وجدودنا ناخذ منه المعلومة. فاحنا عملنا الدراسة هاي حتى نوثق كم هائل من المعلومات رايحين نحكي عنه، ورايح نحكي عنه بالتفصيل اللي هو زميلي الدكتور مصطفى، بس احنا هدفنا نوثق هاي المعرفة، لأنه للأسف الأعمار الكبيرة بلشنا نفقدهم، ما فيش يعني نيجي بدنا أعمار 80 سنة 90 سنة حاليا صعب جدا إن نلقاها. من خلال هاي الاستمارة أخذنا أعداد الأغنام والماعز والإبل القديمة كيف كانت وحاليا كيف كانت، أخذنا النباتات الطبية المستخدمة قديما واستخداماتها،
نظام إدارة المرعى، هل كان في نظام لإدارة المرعى أو لا؟ أخذنا النباتات اللي انقرضت والمهددة بالانقراض بناء على المعلومات اللي كانوا هم أيامها موجودة، معرفة الأمراض الشائعة اللي كانت سابقا موجودة سواء بالنسبة للإنسان بالنسبة للحيوان، لأن الأمراض سابقا إذا بنأخذ بعض المناطق ما في دكاترة، يعني إذا بنحكي عن 50 سنة هل كان في دكتور؟ ممكن بعمان كان في دكتور، بس نأخذها على مستوى مناطق البادية ما كان في دكاترة، فكان العلاج بالنباتات الطبية. شو هاي النباتات الطبية؟ هل هي النباتات اللي نعرفها إحنا حاليا؟ هل إنه النباتات هاي ممكن نستخدمها لقدام ولا لا؟ فبالتفصيل إن شاء الله راح حكينا عنها زميلي الدكتور مصطفى. من التجارب ايضا عملنا تجربه عن تاثير نبات الكلخ على الاغنام. التجربه عملناها بناء على شكوى، بناء على دراسه المعرفه المحليه من الشمال الى الجنوب والى الوسط، انه النبات هذا سام بالنسبه للاغنام. فعملنا تجاربنا عليه على السنه الاولى، وعملنا تجاربنا عليه للسنه الثانيه، وصرنا يعني وصلنا لمرحله اجبار. يعني ما في قدامك الا الصحن بدك تاكل. فيش إشي ثاني. وهنا ملاحظة النبات هذا غير مستساق. مستساق في فترة محددة اللي هو ما بين شهر 12 إلى شهر 1. بالفترة هاي ما فيش عندنا غطاء نباتي إلا النبات هذا فقط. فبالتالي الحيوانات ما بتلقى إلا النبات هذا، فتأكل منه الجزء البسيط، الجزء البسيط هذا سبب لها السمية، فبالتالي عملنا عليه دراساتنا. وحاليا ان شاء الله مكملين الدراسه هاي حتى نطلع بالنتيجه النهائيه، لانه خلال دراستنا عليه لسنتين ما وجدنا انه سام بناء على دراسه المعرفه المحليه. فالسنه هاي راح تكون ان شاء الله بالتعاون مع كليه الصيدله الجامعه الاردنيه راح تكون النتيجه بشكل قطعي عن هذا النبات. المجتمع المحلي سبل العيش المستدامه، اول شيء اخذنا اداره القطيع وبناء القدرات، تدريب مرشد بيطري زي ما تلاحظوا هنا في عندنا اثنين من المرشدين البيطريين. المرشد البيطري لسهوله الوصول للحاله قبل الطبيب البيطري، بس ما بيعالج الا تحت اشراف الطب البيطري اللي هو احد زملائنا. في عندنا برنامج ايضا تقديم الاعلاف وليس دعم الاعلاف. تقديم الاعلاف احنا نحاول ان شاء الله من خلال البرنامج هذا انه نغير نمط السياسه المتبعه حاليا. بدل ما نقول دعم نقول تقديم، لأنه نقدم خلال فترات محددة. الفترات المحددة هاي على أسس علمية. على سبيل المثال أنا ما بدي أعطي أبو الألف رأس زي أبو المئة رأس، ليش هذا ياخذ حصة وهذا حصة تكون أقل؟ فبالتالي إلها سياسة جديدة إن شاء الله، تقديم الأعلاف خلال فترات معينة، خلال فترات التزاوج، خلال فترات اللي ما يكون فيها غطاء نباتي، فإلها برنامج محدد. تقييم وضع القطعان الصحي، ايضا برنامج تحسين التطعيم بالتعاون مع طبيب بيطري. وعندنا ايضا الصيدليه البيطريه اللي لها اهداف عديده، من اهمها توفير الكلفه على المزارع، توفير المطعوم ذو النوعيه الجيده وكيفيه استخدامه من خلال اشراف البيطري. بناء القدرات، على سبيل المثال احنا بنحكي عن برنامج متكامل من الالف الى الياء، حتى نصل بالمزارع انه يحصل على اعلى عائد، حتى نحصل على انه نحافظ على الغطاء النباتي. فبناء القدرات، على سبيل المثال الطب البيطري هون على كيفيه اعطاء المطاعيم، مش انه خلص اخذ السرنج واخذ العبوه واخذ المطعوم وعلى طول انطي ملي 10 ملي، لا، في اليه معينه اللي هي على تدريب المطاعيم. التدريب على السجلات المزرعية، أيضاً صممنا سجل مزرعي لمربي الثروة الحيوانية، مش على مستوى تل الرمان، لا بالعكس عملناه على مستوى المملكة. ووزعنا منه الكم الأكبر، وإن شاء الله راح يكون خطتنا جديدة نوزعه على الشريحة اللي متبقية إن شاء الله. فهون بنلاحظ كيف عملية إدخال البيانات في السجل المزرعي. أيضاً في عندنا المزارعين نأخذهم جولات ميدانية، على سبيل المثال إحدى الزيارات على مزرعة الجامعة جامعة العلوم للاطلاع عن كثب وعن واقع، عن شو في تطور عندهم، شو في ممكن يكتسبوا خبرة من هاي المعلومات. أيضاً في عندنا أخذناهم زيارة على المركز الصحي
البيطري حتى يتعرفوا على الناحية البيطرية والعلاجات والمطاعم وإلى آخره من الأمور. في عندنا أيضا سيارات عديدة بس هذا كمثال وليس الحصر. وعندنا إشراك المجتمع المحلي اللي حكينا من البداية الركيزة الأساسية لأي مشروع لنجاح أي مشروع. على سبيل المثال هون مناقشة نتائج الإدارة المزرعية، حاطين برنامج للإدارة فبالتالي نناقش معاهم هاي البرنامج حتى نشوفه هل إنه إيجابي هل إنه سلبي، فبالتالي يكون المحصلة أفضل من هيك. مناقشة نتائج تقدير الإنتاجية العلفية، مناقشة المشاريع المدرّة للداخل نأخذ منهم شو بدهم مشاريع إحنا ننفذها، مناقشة آليات التعاون مع المجتمع المحلي بشكل عام، نقل الخبرات بالتالي شو المجتمع المحلي اللي إحنا دربناه نأمل منه وأخذناهم جولات ميدانية. وعلى سبيل المثال عندنا أحد زملائنا الأخ أبو زيد من منطقة تل الرمان إلى منطقة الأزرق لنقل المعرفة اللي اكتسبها من منطقة إلى منطقة، لأن سهولة التعامل مع المزارعين مع بعضهم أسهل من المهندس أو من الدكتور مع المجتمع المحلي. المجتمعات المحلية أيضا من خلال الإدارة المزرعية وبناء قدرات تحسين الوضع الصحي والإدارة السليمة الماشية أدت إلى رفع نسبة الحمل في القطيع. فعلى سبيل المثال نأخذ مثال 2008 كانت 40-60%، ارتفعت هذه النسبة بال 2009 ل 80-97%، وفي عام 2010 85-97%. وبالتالي هنا بيكون عندي ولادات في موسم معين، تسهيل عملية الإدارة كامل، رفع العائد وارتفاع بالمواليد. ايضا في عندنا من بعض المشاريع اللي هي زراعه النباتات الرعويه باستخدام الحصاد المائي. زي ما انتم شايفين الحصاد المائي وين ما اجينا من شمالها لجنوبها ما غير محدد المنطقه المطريه، حتى المناطق المطريه اللي فيها معدل سقوط المطر عالي لابد من الحصاد المائي بالذات بهاي السنوات اللي احنا قاعدين نمر فيها. فعلى سبيل المثال زرعنا بعض النباتات الرعويه على نظام الحصاد المائي هاي الموسم الأول كيف صار عندنا. واللي يهمنا أكثر أنه هنا من خلال السيرفي اللي يعمله أحد زملائي أنه نلاحظ فيه اختلاف في أنواع جديدة تظهر عندنا من خلال هاي العمليات اللي نقوم فيها. النتيجة اللي يتوقعها كل مزارع، دائما أي مزارع يتوقع أنه لازم شو إجاه عائد أو فلوس لجيبته يقول لك أنا مبسوط. فهنا النتيجة إحدى المربين على سبيل المثال كان قبل التعاون كان معدل صافي ربع عنده تقريبا 5000 دينار، ارتفع الى 9000 دينار. فهذه المحصله اللي يامل فيها اي مزارع، مزارع اخر نفس الشيء ارتفعت النسبه عنده من 1100 الى 3500 دينار من خلال العمليات البسيطه غير معقده اللي قاعدين نقدمها للمزارعين. العائلات المستفيده، اول ما بلشنا المشروع كنا 5 عائلات، وصلنا لله الحمد إلى 21 عائلة يتم التعامل معهم في هذا المشروع، وبالتالي نطمح إن شاء الله للاستزادة ونغطي كامل المنطقة. المرشد البيطري حكينا عنه، ما بدنا نطول لأنه حصروني بالوقت، يمكن أنا طولت شوية، حكينا عنه أنه لابد من وجوده. أيضا في عندنا المرعى والإدارة المنزلية، المشروع ما غفل عنها، بالعكس عملنا ورشات عمل. من ورشات العمل تفاجأنا 13 مشروع كان مقترح علينا، فبلشنا معاهم إن شاء الله ب4 مشاريع اللي هم طلبوها. وبالتالي إحنا كمان يهمنا الجانب الأثار البيئية حتى نصل إلى مستوى تحسين رفاه العيش الكريم للمجتمعات المحلية من خلال الاستخدام المستدام، ونركز دائما على كلمة المستدام للموارد الطبيعية. الآثار البيئية وفرت الإدارة السليمة بالتعاون مع المجتمع المحلي إتاحة الفرصة للنباتات زي ما حكينا للنمو والتكاثر، زيادة الإنتاجية ولاحظناها، وزيادة بالتالي بالتنوع الحيوي. السجل المزرعي الهدف منه توثيق كل من العائلات والتكاليف حتى بالتالي يحصل على كيفية إدارة نفسه وإدارة قطيعه، وبالتالي القرار المناسب يتخذه بأي عملية مزرعية. قدرة المجتمع كذلك على المواجهة والتكيف من خلال المشاريع، نفذنا عدة مشاريع منها مشروع تربية النحل، وعندنا أيضا مشروع الفطر، وعندنا أيضا مشروع الجميد، بالتالي توفير فرص عمل وتوفير نوعيات ذات جودة عالية. التوصيات بناء على النتائج اللي تم التوصل إليها خلال الدراسات
اللي تم تنفيذها. أول نقطة نحب إنه السماح بدعم الأعلاف على أسس زي ما حكيت لكم أن تكون على أسس سليمة ومدروسة، وإحنا مستعدين نقدمها المعلومات هاي لأي جهة. المرشد البيطري تفعيل دوره الميداني في المنطقة وليس في العيادات. استخدام أنظمة الحصاد المائي في الزراعة بشكل عام سواء للنباتات الرعوية أو للنباتات الحرجية. وإن شاء الله نأمل إنه تغيير موعد الرعي بالنسبة للمتبع حاليا في وزارة الزراعة، وكل الشكر لكم.